راح نكمل وياكم موضوع التناظر. طبعا احنا بالمحاضرة السابقة شرحنا لكم شلون انه الدالة الزوجية والدالة الفردية، واعتمدنا اكثر شيء على نظام الاسس. يعني انت من الاسس مال الدالة تعرف انه هاي الدالة الزوجية او الدالة الفردية. خلنا ناخذ لك هذا المثال. اول مثال راح اخذه، نقول f of x يساوي x بس 4 ناقص 2 x تربيع زائد 1. انت عندك طريقتين لفحص التناظر. عندك هاي الطريقة f of سالب x تعوض بكل x سالب x، هاي هنا ناقص x الكل بس 4 ناقص 2، هنا تقدر تخلي سالب x الكل تربيع زائد 1. طبعا لانه هذا الاس درجة 4 زوجي، يعني راح يصير x اس 4 سالب يصير موجب. عندك هاي سالب 2 سالب x الكل تربيع، هنا راح يصير عندي x تربيع هنا يساوي 1. لو تلاحظ هاي الدالة الجديدة اللي طلعت عندك اللي هي هذه f of سالب x، لاحظ الدالة الأصلية، هاي الدالة الأصلية نفس الشيء، ماكو أي اختلاف بين ذول الاثنين. إذن f of سالب x إيش دي يساوي لي؟ يساوي لي f of x. إذن شرح أقول الدالة زوجية. إذا أريد بنظام الأسس شلون أختبر؟ شلون أختبر f of x يساوي x أس 4 ناقصا 2 x تربيع زائد 1. ال x أس 4 زوجية، هاي زوجية. 2 x تربيع هاي هم زوجية. إحنا قلنا كل عدد ثابت يعتبر دالة زوجية. إذن دالة زوجية ناقص دالة زوجية زائد دالة زوجية هي دالة زوجية. هسه ننتقل إلى مثال آخر. نكتب لك هنا f of x يساوي x أس 3 ناقصا 3 x. طبعا أنت عندك هنا الأسس مالتك هذه 3 وهذه 1، هذا فردي وهذا فردي. إذن هنا الدالة شو تكون؟ فردي. تقدر أنت تختبرها بنظام الأسس وتقدر تختبرها بنظام الـ f of سالب x. راح يصير عندي هنا سالب x الكل تكعيب ناقص 3 هنا سالب x. طبعا السالب بالفردي يبقى سالب، هاي سالب x الكل تكعيب سالب السالب موجب 3 x. إذن راح يصير عندي هنا عامل مشترك، عندك سالب طلع سالب عامل مشترك، راح يصير عندي x تكعيب ناقص 3 x. من تقسم الموجب على السالب ايش راح يصير عندك؟ سالب. هذه f of سالب x. لاحظ لي زين، شوف هاي الدالة الأصلية، هاي الدالة الأصلية، شوف هذه هم دالة أصلية بس عكس الإشارة، يعني اكو سالب قدام هذا المقدار. اذا شو تقول؟ تقول اذا f of سالب x يساوي هذا السالب، شوفه زين سالب، وهذا كله f of x. اذا هنا شو تقول؟ تقول الدالة فردية. فقلنا احنا عندنا طريقتين نفحص بالتناظر. اكو طريقة اخرى بس انتوا اعتمدوا على الطريقة الاولى او الثانية. اكو طريقة هم سهلة، تعوض قيم، مثلا تعوض x يساوي 1 وعوض x يساوي مثلا سالب 1. عوض x يساوي 1 بالدالة راح يصير y يساوي 1 تكعيب، هاي 1 تكعيب ناقص 3 في 1، يعني راح يصير عندي الواي هو 1 تكعيب هو 1 ناقص 3 هو ناقص 2. هنا واي يساوي هم نفس الشيء، راح نعوض x يساوي سالب 1، راح يصير سالب 1 تكعيب سالب 3 في سالب 1، يعني راح يصير عندي الواي يساوي سالب 1 تكعيب هو سالب 1، وسالب 3 في سالب 1 هو زائد 3 ينطيني 2. لاحظ النتائج هي نفس النتائج بس عكس الإشارة. يقول إذا عوضت 1
هنا طلع لك فد عدد، إذا طلع عوضت السالب واحد طلع عكس الإشارة بس محافظ على القيمة مالته، إذا نقول هاي الدالة فردية، الدالة فردية. إذا الطالب يقدر يفحص بثلاث طرق الدالة، إذا كانت زوجية أو إذا كانت فردية، بس إحنا راح نعتمد على نظام الأسس للدوال اللي هي تكون سهلة مو صعبة، فإحنا راح نعتمد على نظام الأسس. هسه نجي ناخذ الدوال المطلق، دالة المطلق f of x يساوي مطلق x. إيش راح نقول؟ نريد نختبرها، إحنا راح نقول f of سالب x يساوي مطلق سالب x. طبعا السالب المطلق ما له قيمة، يعني تروح تقدر تكتب مطلق x. لو تلاحظ هاي النتيجة وهذه النتيجة هي نفسها، ما معناه f of سالب x شي يساوي لي؟ يساوي لي f of x، إذن الدالة الزوجية. الطريقة نظام الأسس شلون؟ أنت عندك f of x يساوي مطلق دالة فردية، ال x وحدها هي دالة فردية، دائما مطلق أي دالة فردية هي دالة زوجية. خلنا ناخذ هذا مثال آخر، شوفوا هذا المثال x تكعيب ناقص x، هاي دالة فردية، هاي دالة فردية، احنا أشرنا قلنا هاي دالة فردية وهاي دالة فردية. طبعا انت عندك هسه راح يصير مطلق، هذا مطلق دالة فردية، قانون يقول مطلق الدالة الفردية هي دالة زوجية. شوفوا هنا مطلق الدالة الفردية هي دالة زوجية، اذا راح نحكم على هاي الدالة، نقول y هي دالة زوجية. احنا قلنا دائما مطلق الدالة الفردية هي شنو؟ هي دالة زوجية. اذا هسه هذه الدالة اللي هي فردية داخل المطلق صارت عندي دالة زوجية. اذا اخذت هاي الدالة، مثال اخر، هذا مثال مثلا مطلق x تربيع زائدا 4، انت عندك هنا زوجي، كل عدد هي دالة زوجية، مطلق الدالة الزوجية هي دالة زوجية، مطلق الدالة الزوجية ينطيني دالة زوجية. ناخذ مثال آخر هم له علاقة بالمطلق، شوفوا هذا المثال، هذا المثال f of x مثلا عندك x زائد 3، هاي الدالة فردية، هاي الدالة زوجية. من يخبط عندك، من يختلط عندك الفردي والزوجي، هذه لا نقدر نقول على هاي الدالة فردية ولا نقول عليها زوجية، إذا هنا نقول ليست زوجية وليست فردية، يعني لا هي دالة فردية ولا هي دالة زوجية، المطلق ما راح يأثر على نوعية الدالة لأن هي دالة لا هي فردية ولا هي دالة زوجية، إذا هنا المطلق ما راح يأثر عليها. بعد ما كملنا موضوع المطلق راح ننتقل إلى موضوع الدوال النسبية، يعني أنت عندك مثلا دالة f of x يساوي x تربيع على 1 زائد x تربيع، عندك بالبسط دالة زوجية، عندك بالمقام هاي زوجي وهاي دالة هم زوجية، عندك بالمقام هم دالة زوجية، إذن الدالة الزوجية على الدالة الزوجية تعطيني دالة زوجية. خلي الطالب يتخيل إنه الدالة الزوجية إشارتها خلي نقول موجب، وعندك هناها موجب، فموجب على موجب شي ينطيني موجب، يعني إذا زوجي على زوجي ينطيني زوجي. هاي أشكل خلي صور الطالب، هذا مثال. ناخذ مثال آخر، هذا المثال نقول x على x تربيع ناقص 5، طبعا انت فوق دالة فردية، بالبسط انت عندك دالة فردية، هاي زوجي وهذه زوجي،
إذن بالمقام مش عندي الدالة زوجية. أنت تخيل الفردي هو سالب والزوجي هو موجب، إيش كتخيل؟ سالب على موجب هو شطيني سالب. إذن أي دالة فردية على دالة زوجية يعطيني دالة فردية. عندك مثال آخر، هذا المثال f of x، x تربيع زائد x على واحد ناقص x. لو تلاحظ البسط، هاي زوجية هاي دالة فردية، من يخبط عندك زوجي ويا فردي، إذن هاي الدالة كلها لا هي زوجية ولا هي فردية، إذن الدالة ليست زوجية وليست. هسه راح أكتب لك القوانين مال الدالة النسبية. إذا عندك زوجي على زوجي تصير الدالة زوجية، إذا عندك الدالة فردية على دالة زوجية تصير الدالة فردية، إذا عندك الدالة الزوجية على دالة فردية تحصل دالة فردية، إذا عندك دالة فردية على دالة فردية تحصل دالة زوجية. إذن هاي القوانين الطالب ضروري جدا يعرفها، وانت قلت لك أني تخيل الزوجي هي موجب والفردي هي سالب، فأنت مثلا هنا موجب على موجب موجب، الزوجي موجب، سالب على موجب سالب، موجب على سالب سالب، سالب على سالب موجب. هالشكل خلي الطالب يتخيل شلون يعرف نوعية الدوال. هسه ناخذ موضوع آخر هي الأقواس. مثلا أنت عندك هاي الدالة f of x، هنا قوس 2x ناقص 1 الكل تربيع زائد 4x. هنا ما يصب تحكم على الدالة زوجية أو فردية، فحاول تفتح القوس التربيعي. افتح القوس التربيعي f of x، طبعا انت مربع الأول يعني 4x تربيع موجب في سالب، إشارة الوسط هنا موجب وهنا سالب، فنضرب الإشارتين تصير سالب ضعف الأول يعني 4 في الثاني 4x في 1 4x زائد مربع الحد الأخير زائد 4x، هذا 4x عندك هذا الحد ويا هذا الحد راح يختصر، ف f of x يساوي 4x تربيع زائد 1. ببساطة شديدة هاي دالة زوجية، كل عدد ثابت ما بي x تعتبر دالة زوجية. صح هو العدد فردي، هذا العدد فردي بس كدالة أنا أحسبه دالة زوجية، فأنت عندك دالة زوجية زائد دالة زوجية، إذن الدالة راح تكون زوجية. هنا أكفد موضوع كلش مهم، إذا أصعد الطالب أنه يعرف دالة زوجية أو دالة فردية خلي ياخذ نظام التعويض، يعني يعوض بقيمتين لإكس، مثلا يعوض 1 وناقص 1 أو يعوض 2 وناقص 2 ويشوف النتائج. إذا النتائج متساوية مع الإشارات هاي الدالة زوجية، وإذا النتائج تختلف باختلاف الإشارات بس تقول هاي الدالة فردية. إذا طلعت النتائج لا هي متشابهة ولا هي متعكسة بالإشارات تقول هاي لا فردية ولا زوجية. تقدر مثلا على سبيل المثال مثلا أخذ هاي الدالة، هاي دالة، طبعا أنا من البداية أعرف أنه هاي فردية وهاي زوجية، إذن هاي الدالة لا هي زوجية ولا هي فردية. لكن أكو طالب مثلا بنظام الأسس ما يعرفها، يقدر يعوض مثلا 1 على سبيل المثال ويعوض سالب 1، يجي طالب يقول يصير أعوض 2 وسالب 2، يقول له صح يصير 3 وسالب 3 يصير. المهم عوض لي قيمتين تختلف بالإشارة بس مساويات عدديا. هنا 1 تكعيب زائد 1 تربيع، 1 تكعيب 1 و 1 تربيع 1 يعني الناتج عندك صار 2، سالب 1 تكعيب زائد سالب 1 تربيع، سالب 1 تكعيب سالب 1 وهنا 1 يعني الجواب طلع عندي 0. لاحظ النتيجتين،
لا هن متساويات ولا هن متعاكسات بالإشارة. إذن هاي الدالة لا فردية ولا زوجية.